بمشهد اعتيادي تصدر القصف اليومي للنظام السوري على المنطقة العازلة شمال غربي سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن شن النظام غارات مكثفة على قرية أم التينة بريف مدينة معرة النعمان الشرقي. الله أكبر. المرصد أضاف أن 10 عناصر للنظام وخمسة من الفصائل المسلحة قتلوا جراء القصف والمعارك العنيفة التي دارت بين الطرفين على محور الكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وسط قصف صاروخي مكثف ومتبادل بينهما. الفصائل المسلحة تمكنت من التقدم والسيطرة على الكتيبة المهجورة لتتركز الاشتباكات في المحاور الشرقية للمنطقة، إذ تحاول هذه الفصائل تثبيت السيطرة فيما تسعى قوات النظام لاستعادة زمام المبادرة وفقا للمرصد السوري. وتتزايد وتيرة العنف داخل المنطقة العازلة شمال غربي سوريا يوما بعد آخر، حيث قصفت قوات النظام أماكن في قرية بدامة بريف جسر الشغور غربي إدلب أسفر عن سقوط جرحى من المدنيين، كما وألقى الطيران المروحي عددا من البراميل المتفجرة على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.